Mr. President, your thoughts on the upcoming Asian Cup in Qatar, the 15th edition of the tournament, which looks very, very different from the early years. أعتقد أن هذا ما نستطيع أن نعد به. كأس آسيا سيكون كأس مختلف جدا، سيعكس التطور الذي حصل للكرة الآسيوية في خلال الثمان سنوات الماضية، وسيعكس أيضا مدى ما ارتقى به الإداريون الآسيويين والحكام الآسيويين والتنظيم الآسيوي. أتصور أنها ستكون علامة فارقة جدا في مسيرة كأس آسيا. The ninth edition of the competition was in Qatar with 10 teams. Now the 15th edition back in Qatar, your home country. What does it mean to the state of Qatar to have the Asian Cup back, especially now that the competition is the most prestigious event in Asia? Well, I actually can only talk to you today as president of the. Sorry. أنا آسف، أستطيع أن أتحدث معك فقط كرئيس الاتحاد الآسيوي، مواطن قطري أنا صحيح، لكن أتصور أن التجربتين ستكون مختلفتين جدا بين عامي 1988 عندما نظمت قطر كأس آسيا للمرة الأولى و 2011. يعني ما سبق أن قلت لك بالنسبة للسؤال الأول، سيجد الناس اختلاف كبير بين بطولة آسيا 2011 والبطولات السابقة. أيضا ننطبق على السؤال هذا، ستجد الفرق كبير جدا بين 1988 وبين 2010. لكن طبعا ما يختلف جدا في قطر في هذه المرة أن قطر أصبحت مركزا عالميا للرياضات المختلفة، ومنها الرياضات الجماعية كرة القدم، وأصبحت يعني جميع الاتحادات القارية أو حتى الدولية ترغب في إقامة مسابقاتها في قطر، لما تتميز قطر من بنية تحتية، من كفاءة إدارية، ومن أيضا تنوع ثقافي في البلد. بلدنا يعني قطر تضم العديد من الأجناس على أرضها وإمكانياتها الاقتصادية. And the AFC Cup, the AFC Asian Cup, is only the third oldest football international football competition in the world after the Copa America, which started in 1916, and the FIFA World Cup in 1930. And AFC was ahead of Africa, Europe, and CONCACAF in terms of establishing a continental competition. But it took until, I think, mid-1990s for the competition to become what it is today. In the earlier days, the Asian Games was a higher profile competition. Why did it take the competition to take so long, having started so early in advance of other continents, to establish itself as a major competition for the continent? وخصوصا اذا ابتدا المشروع بدون رؤيه واضحه وبدون تخطيط لما يجب ان يصبح عليه هذا المشروع. هذا ينطبق على كاس اسيا. كانت المسابقه تنظم على اساس ان والله هناك مسابقه يجب ان تنظم للمنتخبات الاهليه كل 4 سنوات، لكن مدى امكانيه نجاحها جماهيريا، فنيا، اقتصاديا، هذه كل الامور لم تكن مدرجه في اذهان المنظمين في ذلك الوقت. والى حتى فتره قريبه الحقيقه يعني كانت كاس اسيا كل الهم ان احنا ننظمها للمنتخبات فقط لنعرف من الفائز بكاس اسيا. يعني هذا العاملين قد يكونون هم السبب في ان تاخر يعني وهج كأس آسيا أو بروز كأس آسيا كما يجب أن تخرج للعالم كمسابقة عالمية. لا أستطيع أن أقول منافسة لكأس العالم أو منافسة لكأس الاتحاد الأوروبي، ولكن كمسابقة عالمية محترمة وتحظى بالمشاهدة. يعني هذا في تصوري
in marketing terms, the FIFA World Cup is the most lucrative competition for FIFA, and the, and FIFA has all these other competitions, under 20, under 17. Same for AFC. You mentioned in economic terms and administrative terms, the competition is now different from what it was in the earlier years. Is the AFC Asian Cup the pinnacle of the competition in Asia? And obviously, you have you place importance on the other youth competitions, but in marketing terms, it's the most important competition for your confederation. نعم في الوقت الحالي هي المسابقة الأم أو المفروض أن تكون المسابقة الأم التي تدر أكثر مبلغ ممكن من الريع على خزينة الاتحاد الآسيوي والتي منها يستطيع الاتحاد الآسيوي الإنفاق على مشاريعه وعلى مسابقاته الأخرى اللي هي أقل أهمية. الاتحاد القاري في آسيا لديه مسابقتين محدودتين اللي هما كأس آسيا ومسابقات الأندية. في الوقت الحاضر نحن نركز جدا على الشامبيون ليج الآسيوي من حيث الريع. بطبيعة الحال لا زلنا في بداياتنا المبكرة ولا زالت بطولات الاتحاد الآسيوي تباع بالجملة، إذا صح هذا التعبير، بمعنى أن هناك أيضا مسابقات أخرى في المستقبل لن تكون من ضمن ملكية الاتحاد الآسيوي، لكن في الوقت الحالي الاتحادات الأهلية في آسيا أعطت ريح الاتحاد الآسيوي كبادرة حسنية لتقوية الموقف التفاوضي للاتحاد الآسيوي مع الشركات الراعية ومع التلفزيونات المختلفة. After the 2004 Asian Cup in China, you suggested to the executive committee that the competition should move away from the years that the European Champions League, European Nations Cup are taking place. If you can please talk about that and the motive behind that move in your own words, please. يعني هذه واحدة من النقاط التي تدعم الجدل اللي أنا سبقا سقطته في السابق، أن البطولة وضعت ولم يكن هناك استراتيجية ولم يكن هناك رؤية لهذه البطولة. كانت بطولتنا تلعب بين مسابقتين من أكبر مسابقات العالم اللي هي اليويفا كاب والألعاب الأولمبية الصيفية. بطبيعة الحال زي ما نقول ساندويتش بين هاتين المناسبتين، فلذلك لا تحظى بأي اهتمام من ناحية الرعاية. البارتنرز سبونسر ما كانوا عندهم أهمية أنهم يتقدمون لكأس آسيا، ولا التلفزيونات مهتمة أنها تغطي كأس آسيا بينما هي للتو غطت كأس الاتحاد الأوروبي وهي مقدمة للاستعداد على الألعاب الأولمبية، لذلك كانت البطولة ضايعة. طبعا انتظر هذا وقت طويل لغاية ما جيت أنا لسدة الرئاسة وابتديت أغير في نظام مسابقات الاتحاد الآسيوي، وكان من ضمن التغييرات اللي جعل هذه البطولة مشاهدة أكثر وتحظى برعاية أكثر من قبل التلفزيونات ومن قبل الرعاة. رأيت أن أخليها في السنوات الفردية اللي هي بعيدة عن كأس الاتحاد الأوروبي والألعاب الأولمبية. This edition of the Asian Cup is held in January, like African Cup of Nations that normally are in January. And there's some concern that some teams that who have players in Europe may not have their full team, but they are obliged to bring to compete with their full squad. If you can confirm that, please. يعني لنجاح البطولة ولنجاح الفرق نفسها، أعتقد أن من الضروري جدا أن تلعب بالفرق الكاملة، لأن أتصور أنه بيكون من المشين ومن البعيد جدا أن يلعب اتحاد ما منتخب ما يمثل بلد ما ولا يكون بقوته الأساسية أو الضارب الأساسية أو بلعيبة المميزين الأساسيين في بطولة تحمل المعاني الكثيرة بالنسبة لآسيا وللآسيويين وللجمهور الكروي الآسيوي.
لكن من حيث المبدأ الفيفا عندها صراحة نافذتين للبطولات، لبطولات المنتخبات يناير، وبالإمكان أن يطلب اللاعب الذي يلعب في الدوريات الخارجية من أوروبا أو غيرها، وجولاي. فيعني أعتقد أن المنتخبات الوطنية تستطيع بحسب قوانين الفيفا أن تستعين بالزمنين هذا، أول شهر واحد وشهر سبعة. And the last few years, Asian football has seen a shift towards the east, and teams from the western side of the continent seem to have to catch up with them. What do you expect in the upcoming Asian Cup? Is this going to change? Teams from the west are going to change this equation and do better perhaps than the last few years? لا أعتقد صراحة أن البطولات يتقاسمها الشرق والغرب. في بعض السنوات نجد أن الميلة الكفة تميل ناحية الشرق، وسنة أخرى تميل ناحية الغرب، وسنوات مختلطة. يعني لا ننسى أن كأس آسيا السابق الذي نظم آخر مرة 2007، الفرق التي لعبت على النهائي كانت فريقين من غرب آسيا، المملكة العربية السعودية والعراق، هذه فيها العراق. فالتطور في آسيا أعتقد أنه تطور شامل وعام، خاص بشرق آسيا وبغرب آسيا. No, I know the last one was Saudi Arabia, Iraq that you mentioned, but I should have mentioned the World Cup qualifying saw three teams from the East and also Australia. And the last two, 3 years, and also at youth level, like North Korea, DPR, and Japan, is a shift towards perhaps the eastern side of the continent. And is there something that the western teams need to do better in order to have the results that they had of Iraq and Saudi Arabia in 96 and 88 and 84? اعتقد ان الكل يعمل بجد واجتهاد، الكل يعمل باهتمام كبير لتطوير كرة القدم المحلية في بلدهم، يتأثر طبعا، وهذا يأثر على التطور بشكل عام في آسيا. ربما كلامك صحيح من حيث أن الآن الأسماء التي تمثل آسيا تأتي من شرق آسيا، لكن أيضا يعني المسابقات بحد ذاتها والمنافسات بحد ذاتها منافسات ندية جدا، بحيث أن يعني من الصعب جدا أن يعني عندما تختلط الأوراق بين الشرق والغرب أن يعني تتوقع أي فريق سيتأهل للنهائيات سواء كان من الشرق أو كان من الغرب. هناك تمازج جيد جدا، وهناك مثل ما أقدر أقول يعني ارتباط بين الفرق واشتباك بين الفرق لتمثيل نحو من 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 بالإمكان يمثل آسيا، لكن النتائج دائما نعرفها في اللحظات الأخيرة. And the last question, you're taking the football all across the continent, and one of the newest members of the AFC, Australia, will most likely be hosting the Asian Cup in 2015. Of course, it's this approval of the executive committee just before the Qatar tournament. Your thoughts on the future of the AFC Asian Cup, the most prestigious event of your confederation? يعني كما سبق أن قلت، يعني هذه هي المسابقة الأم، والمسابقة التي يجب أن تكون أو المفروض مفترض أن تكون هي المسابقة التي تدر على الاتحاد الآسيوي أكبر مبلغ من الريع الذي يستطيع من خلاله الإنفاق على مشاريعه في التطوير وفي التحديث في المسابقات الصغرى التي لا تحظى باهتمام إعلامي أو رعاية أو تلفزيون، وطبعا الصرف على نفس على نفس الاتحاد الاسيوي ذاته. ف المسابقه هذه يجب ان ترتقي من حسن الى احسن وبسرعه يعني شديده للحوق مثل ما قلت لك بالبطولات العالميه المشهوره والمشاهده والمحترمه.